واقع اقتصادي صعب، ذلك الذي بات يعيشه قطاع واسع من سكان محافظة حضرموت مع تزايد البطالة وأعداد العاطلين عن العمل بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، خصوصا في صفوف الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد. الأوضاع الاقتصادية صعبة في محافظتنا حضرموت خصوصا، والآلاف من خريجي الجامعات ولم يجدوا وظائف إلى حد الآن، وهم جالسين على المقاهي وعلى الطرقات. حيث يعاني الاقتصاد المحلي من صعوبات وعراقيل عدة، من بينها المركزية المالية وعدم قيام القطاعات المحلية بإعداد خططها، بالإضافة لقياب الموارد البشرية وظهور ما بات يعرف بالاقتصاد العشوائي. الاقتصاد عندما يمشي مخطط وحسب خطة مدروسة تكون توفير الموارد أسهل، عندما بعكس ما عندما تكون هناك النشاط الاقتصادي عشوائي. وفي خطوة لإيجاد حلولا لإعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، عقد بالمكلا ورشة عمل لتنمية وتطوير حضرموت بمشاركة مدراء الهيئات الحكومية وخبراء اقتصاديين من داخل البلاد وخارجها، بهدف إيجاد دعائم وأساسيات لخطط مرحلية تسهم في إحداث نهضة اقتصادية حقيقية للمحافظة. مشاريع المواطن في أمس الحاجة بها، وبالتالي هذه يجب أن تتم معالجتها خلال هذه الورشة، وتحديد ما هي أهم هذه المشاريع العاجلة التي تمس المواطن بشكل مباشر، ثم تأتي المرحلة الثانية يتم التهيئة فيها لإعداد استراتيجية متكاملة لمحافظة حضرموت، وتعتبر هذه الورشة أيضا تمهيد للإعداد لهذه الاستراتيجية. ورغم حالة التفاؤل السائدة، إلا أن هنالك تحديات تواجه هذه الجهود الاقتصادية، على الأقل فيما يتعلق بخطط المرحلة المستقبلية، والمتمثلة في غياب الدراسات والإحصائيات اللازمة، وقبل كل هذا استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، والكفيلة وحدها بإعادة المستثمرين ورؤوس الأموال التي هاجرت جراء الأحداث والاقتتال الذي تعيشه البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.